السلام عليكم، ترحبوا بالتلاميذ ديال بروميير اني بكالوريا علوم. بالنسبه لهاد لا لوسون غادي نهتموا بلو شون مانيتيك كريي بار لو كورون الكتريك. دونك كما تعرفوا ان لو شون مانيتيك عنده ثلاثه ديال لي سورس، اما لا تيغ او بيان لو كورون الكتريك او بيان لي زيمون. فهاد الدرس غنهتمو بلو شون مانيتيك كريي باغ ان كورون إلكتريك، يعني لو كورون اللي تيدخل فواحد واحد السلك، وهذاك لو فيل يقدر يكون ريكتيليني يعني مستقيمي، يقدر يكون سيركولار، يقدر يكون سو فورم دون بوبين او بيان سولونويد كوم سا فوالا. وهاد الدرس هذا يخص يعني في كل مثال غادي نشوفو لي كاركتيريستيك دو شاك فوالا. Commençons par le champ magnétique créé par un fil rectiligne, comme ça. Voilà, le courant aussi posant au titre de Mehnaïa ou le Mehnaïa. Donc, le spectre de champ magnétique d'un conducteur rectiligne est un ensemble de cercles. Hein? ومجموعة ديال الدوائر. دونك الا خدينا هاد الورقة هادي ودرنا واحد السلك ودرنا هذاك لا ماي دو فيغ تيكون تحصل على مجموعة ديال الدوائر. حنا خديت انا الدائرة هنايا، دونك بغيت لي كاركتيريستيك في هاد لو بوان ام هادي. دونك لوريجين سي لو بوان ام، لا ديريكسيون سي لا بورتي بار لا تانجونت او سيركل او بوان ام، يعني لا تانجونت سي تادير العمودي على الشعاع. دونك الا خديت هذه النقطه العمودي هو هاد لا تانجونت، دونك تيبقى عندي لو سونس واش لهاد الجي ولا لهاد الجي. لو سونس اون ابليكون لا مان دروات او بيان بونوم دومبير ايتترا. كاين مجموعه ديال الاشياء، ممكن ناخذ بونوم دومبير هو هذا، يعني هذاك البونوم دومبير بيان لا مان دروات. دير لا مان دروات دو لا بوم تشوف النقطه، تشوف ديك النقطه ام تو سامبلومون. Ou le pouce indique le sens de B, comme ça. Il B donc facile. Il a le courant habit, le la direction ou le la direction ou le sens soit bonhomme d'ampère, le bonhomme d'ampère. Donc, le bonhomme d'ampère, voilà. L'aïn dialo, tu le point M. Ou la main gauche indique le sens de B. Donc le sens de B radical hadi. Je suis vers le haut, mais had le warqa ra amoudi ala had cercle. Donc cercle dir haka w le warqa amoudi. L'intensité dial le champ magnétique créé par un fil rectiligne. Donc nhafdou had l'intensité B est égal mi zéro fois I, I c'est l'intensité de courant, divisé par 2P fois R. Voilà, le champ magnétique créé par un fil rectiligne. Mais 0, c'est la perméabilité de vide, ou bien de l'air, c'est une constante, c'est 4P 10 à la puissance moins 7 dans le système international. I, c'est l'intensité de courant en ampères. R, R c'est quoi? C'est la distance entre le fil et le point M, c'est-à-dire le rayon de la de cercle, en mètres. Voilà l'unité en mètres. Ou B en Tesla. Voilà le champ magnétique créé par un fil rectiligne. Donc passons maintenant le champ magnétique créé par un fil circulaire. Ou غادي ناخذو كمثال لا بوبين بلات. دونك لا بوبين يعني تتقسم لجوج، كاين لا بوبين بلات يعني اللي تتكون عندها لو غايون يعني تري تري غران بارابور ليبيسور ديالها السمك ديالها، او بيان تيكون عندنا اون بوبين تتسمى سولونويد. سولونويد تيكون عنده لو غايون ديالو اللي تري بوتي بارابور ا سا لونغور ال. فوالا نمشيو لا بوبين بلات. لا بوبين بلات هاد لي كاركتيريستيك ما تيتبدلوش، لوريجين ديال لو شون مانيتيك دائما هو لو سونتر او، لا ديريكسيون كوانسيد افيك لاكس دو لا بوبين. دونك هادو ما غاديش يتبدلوا لنا في جميع لي زيكزيرسيس.
تيبقى لو سونس تنحدمو نحدوه بطبيعة الحال بلا كاين بزاف ديال الطرق لا مان دغوات بونوم دومبير كاين تيغ بوشون اتسيتيرا دونك جو فو دون ان اكزومبل هنايا بلو سونس غادي ناخذ مثلا هذه هي لا بوبين كوم سا ملي تمثلو غير هذه يعني لا بوبين دايره هكا دونك هذه تنمثلها ب لي بوينتي فوالا دونك هنايا الا بغيت نطبق مثلا سيبوزون بار اكزومبل لو كورون في هذا لو سونس هذا فوالا لو كورون لو كورون لي ديز لا بوبين هكا دونك هاد لا بوم لي ديالي يعني لا بوم ديالها خاصها تشوف لو سونتر ديالها وهاد هاد لي هاد الاصابع يمشوا مع لو كورون كوم سا فوالا و لو بوست انديك لو سونس دو 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 بي دونك سي تادير بي غادي تكون هكا غتكون فيغ تقدر تكون لا بوبين دايره هكا اذا في هاد الحاله غادي تكون هكا يدي دونك غادي تكون فيغ لو هو تقدر تكون لا بوبين دايره هكا دونك في هاد الحاله هادي يعني لو كورون داخل هكا دونك غادي تكون دايره هكا دونك ديك الساعه غادي نمثلو سوا باغ باغ كروا الا كان اونطرون دونك هكا تتعني انه اونطرون يعني داخل اونطرون سوا سورتون سورتون يعني باغ ان بوان فوالا سورتون الا كان من طبيعه الحال الا كان خارج مثلا عندي لو كورون دايز هكا بار اكزومبل دون سو كالا اذا في هذه الحاله كيفاش غادي ندير هاد الاصابع دايما يمشيو مع لو كورون هكا فوالا اذا غادي يكون سورتون يعني بي غادي تكون دايره هكا ومنين ما تيكون خارج داك لو شون مانيتيك هذاك هو لا فاس نور يعني بحال هاد لابوبين تتولي تصرف بحالها بحال انيمون عندها قطب شمالي وقطب جنوبي دونك منين ما تيكون خارج لو شون مانيتيك هذاك هو لو نور ومنين ما تيكون داخل هذاك هو القطب الشمالي الا خدينا جنوبي دونك الا خدينا مثلا هذا المثال ناخذ مثال اخر مثلا لو كورون الكتريك يعني اللي دايز في هاد لابوبين هكا دونك الا طبقت اليد اليمنى دونك غادي تكون كوم سا فوالا اذا غادي يكون لو شون مانيتيك خارج من هنايا دونك هذا هو القطب غادي يكون ان وهذا غادي يكون هاد لافاس هذا غادي يكون لافاس اس فوالا l'intensité du champ magnétique créé par une bobine plate est donnée par la relation donc B est égal M0 la perméabilité du vide fois N fois I divisé par 2R 2R N alfum d'habitude هذه تتعطى سي جون كونستانت ان لو نومبر دو سبير عدد اللفات ديال ديك لابوبين اي لانتونسيتي دو كورون هذه باينه و ار هو لو غايون ديال لابوبين و بي هي لانتونسيتي دو شون مانيتيك دابا نمشيو للحاله لو تخوازيام كا هي الا كانت عندي لابوبين طول ديالها كبر بزاف من لو غايون ديك الساعه تنسموها سولونويد بحال كومسا بحال ودائما لمثلوا هاد بنقط متقطعه تتعني ان السولونويد داير بحال هكا فوالا هذيك الجهه الاخرى ما تتبانش دونك يعني لوريجين دائما هو لو سونتر ديال السولونويد وعلاش نتكلموا على لو سونتر لان لي لين دو شون في لو سونتر تتكون باراليل تتكون واحد عندي واحد لو شون مانيتيك اونيفورم فوالا ناخذوا هاد دونك قلنا لوريجين هو لو سونتر لا ديريكسيون كوانسيد افيك لاكس بحال هادي هذا هو لا ديريكسيون تيبقى لي لو سونس واش لهاد الجي ولا لهاد الجي اون ابليكون سوا لا ريغل دو بونوم دومبير او بيان دو لا مان دغوات ناخذوا هاد المثال مثلا هاد المثال عطاونا لو كورون داير هكا تنمثلو غير في دوك اللي تيبانو بطبيعه الحال دونك هنا سي اون ابليك لا مان دغوات دونك غادي تكون هكا دونك لو كورون هكا دونك غيكون هابط دونك غادي نطبق هكا دونك لو شون مانيتيك غادي يكون خارج غيكون داخل من اذا غادي يكون لو شون مانيتيك فوالا لو شون مانيتيك كوم سا بي وهاد لافاس هذا هاد لافاس غادي تسمى ان وهاد لافاس هي اس سود غير هنا نعطيكم واحد هنا باش تعقلوا عليها دائما لو كان لو كورون داخل من وخارج من دونك البي تيمشي معاه حتى هو الا كان لو كورون داخل من هنايا دونك بي غادي يكون في لو سونس كونترير دونك هنا تتكون ساهله من طبيعه الحال
بالنسبة للانتنسيتي دو شون مانيتيك كري بار سو لو نويت est égal à mi zéro, donc mi zéro c'est une constante, fois n fois i. Donc la relation, le champ magnétique, il est toujours proportionnel à l'intensité de courant, ou n, n sgheura, c'est pas n kbira, n sgheura, il y a n sur l, ou le nombre de spères par un mètre, c'est-à-dire شحال عندنا من لفة يعني سبير فوالا هادي سي لو نومبر دو سبير وهذا لا لونغور ال والوحدة ديال هاد ان صغيرة هي المتر موازان باغ اكزومبل سي لا خدينا مثلا 500 متر موازان دونك شنو تتعني تتعني ان لا خديت متر ديال هاد سبير في 500 لفة فوالا Donc n sera égal à n kbira la l ou i est l'intensité de courant en ampère ou b en tesla. N sera hiya en mètre moins 1. Merci pour votre attention et j'espère ان داكشي كان شويه مفهوم et الا ما كانش شي حاجه مفهومه n'hésitez pas de poser un commentaire. شكرا لكم والسلام عليكم.